تجيب لنا اياه؟ توني عند بيتي يمديني ازرع. قايلين لك ياسر مشره هديك. ايه اللي في المدرج يتفرج اوكي؟ لا تنبسط انت وياه، قدم الغشيم والحقه. اقول لك انت الغشيم. لا يا شيخ العب وانت ساكت، تونا فايزين عليكم اوكي؟ انضغط البطاقيه. اصلا الشرها مو عليكم، الشر على اللي يلعب معكم. انا وياسر عندنا دوامات ولعبتكم ذي بتطول. اي والله ورانا مدير غثيث الله يغثه. انسحبت يا خواف. لا يا شيخ تخسر ننسحب. ها كمل الجيم. كيف ود عمي؟ يلا. قال ايش؟ قال انسحبت. السلام عليكم يا عمي. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا. يا هي قهوة تقند الراس. خذي الاسفنجان ونامت. قهوة دحين يا عمي في آخر الليل؟ إيه ما فيها شيء. لا 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 بالعافية أنا ما أبغى. الحين جهال ما هو بضارة بس خذي الله يصلحك. الله مرة طيبة. يا ابو يا فرد ما تعرف تلعب. لا تعال انا بسحبك اذن الفجر دوام. لا اله الا الله. يا الله صباح خير عشان رفيق. ها خير يا بنتي ما نمتي؟ لا خير يا شر. وش في؟ من القهوة حقتكم هذي. هذا وانت ما شربتي الا فنجان الواحد. مسهرني لغاية دحين وانت يا عمي ما شاء الله شفطت الدلة كلها ونمت. حنا نشرب الدلة كلها وننام ما فينا الا العافية. السلام عليكم. وش فيه مقروص؟ ما جاه الا بعد الفجر وطلع نام ساعتين ودحين رايح الدوام. عجيب والله. إذا هذا دوامك عندنا يا ياسر ما عاد تنفع موظف انت. معليش الله يحييك بس اللي ما نمت زين امس وفيني ارق. ارق؟ علمنا متى بينتهي الارق ولا بنجيب موظف ثاني ما عنده ارق ويعطينا عمل ممتاز. وانت يا عامر سم وين التقارير اللي طلبتها منك؟ جاهزة خلاص جيبها لي على المكتب. يلا ابشر. حك ما قومت انت وجهك. قومتك من اليوم سوى. ما شفتني وشد لك كذا. رحلة بس خلص. خلنا ودي له بس التقارير. كثر كافي. رح. وش ذا التقارير؟ كلها غلط في غلط. يا ريتك ما كتبتها. أفا متأكد طال عمرك؟ بعدين قل لي هالحين في شيء اسمه عام 1541 يعني حضرتك مقدمنا سنين على كيف؟ هذا خطأ مطبعي من الطابع مو مني. زين قل لي في عندنا قسم اسمه الموارد البشرية. يا حبيبي اسم الموارد البشرية. أما عاد هذا طال عمرك خطأ مصبعي يعني من اصبعي أنا ضغطت على النون بالغلط. يا على اصبع العدو الكسر. اسمعني زين أبيك تأخذ التقارير هذه وتعيد طباعتها وتتأمل فيها والتواريخ وبالطريقة دي أنا ما أقدر أقدمها. تفضل. أبشر. تفضل مكتبك تفضل. صمت العمر صمت. لا تزعل صمت. عامر. خير. وش فيه؟ في أحد يقوم واحد كذا؟ ترى أنت نايم من يوم رجعت من الدوام ودحين صارت الساعة 10 في الليل. إيش الحياة المقرفة حقتك هذه؟ خلاص. ساعتين قوميني، الساعة 12 قوميني. ترى طفشت وأنا قاعدة لوحدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص روحي الساعة 11 قوميني. طيب.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله جامعين كل فروض الصلاة مع بعض، ما تزعل وجهك أنت. وش أسوي يبا؟ نومي ثقيل. نومك ثقيل؟ لو في مباراة ولا طلعة مع ربعك صار نومك خفيف. لكن يا وليدي الله يصلح بالك إن شاء الله. آمين. باقي صلاة العشاء. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. يبوا ياخذوا لكم إجازة، ترى وضعكم كذا مرة ما يجي. المشكلة ما عندي رصيد. يعني الإجازة بفلوس؟ شوف ايش يقول ذا السبة، مو هو برصيد فلوس، رصيد إجازات. والحل لكم سنة، كل واحد فيكم يقول بعدل نومي بعدل نومي وما انتم عارفين. يا حبيبي حلها ربك، المهم بكرة ويكند، خلونا نفلها يا عيال. اي والله هو بنشبع نوم. الحين قرب ورقة البلوت خلنا نلعب. يلا ياسر تعال قابلني. يلا. تعليم كابتن. غش ما فيه اوكي؟ صح 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 صح. العب. سجل عندك، قاطع بالشرية. مسوي ذي تبي تنحاش من الكبوت ها؟ ادري عليك ها، لا تهايط. صبحهم بخير. هلا والله. هذولكم مصريين مثلي. اي والله مواصلين، ايش دراك؟ ابد والله، شفت سناباتك تجيب فطور واجيكم. حيو الفطور جا فوقته. ولا كفته. سنعنا بريد شاهي. ابشر من العيون الثنتين. لا تزود السكر. كفو والله. اوف 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 ايه قم انتو يا اخ راسي. ليش ما حد شال السفرة؟ مش هالنوم يا عيال. كم لبثنا؟ وش اللي كم لبثنا انت استهبل؟ يعني كم الساعة؟ الساعة 8. ها عامر ما شاء الله اشوف وجهك مفقع نوم، فين نمت امس؟ في الاستراحة. يا سلام، عشان كذا نومك ملخبط، ومع مين سهران وفين؟ تحقيق هي تحقيق. اعترف متزوج علي؟ ما تزوجت. وين هي بس افتك منس وكمان بتقولها في وجهي بكل وقاحة؟ والله لا اوريك. ها يا شيخة والله لا اوريك. يا ابوي اهدى يا ابوي، والله انت مكبر الموضوع. انا مكبر الموضوع يوم كامل ملخمي ويوم تاني مفرفر وهو صاحي، بدي افهم نفسي انت ايش بتاكل؟ اكلت فول الصباح بس. اكل فول ولا شيء تاني بتبلبعه؟ شكلك انت مدمن، والله لا ابلغ عنك ولا اعرفك ولا انت ولدي. اعترف اقول لك والله ماني مدمن ولا حاجه يا ابوي، الموضوع ما في لخبطه في النوم بس. طيب ايش سبب لخبطه النوم يا حبيبي؟ الساعه البيولوجيه. انا اوريك كيف اطبقها. ايوه تسمع ابوك لو هتقول لي قول يا ولد. والله ما اعرف. لازم نلقى حل لهالسهر يا عامر. اي صح، نحط حد للسهر ونعدل نومنا. اول حل الاستراحه ما نطبها الا كل ويكند، بعدين ترى شكو شكفته مو بنافعين اللي انفصلنا من دوامنا. تقول صادق يا محمد. What do you need sir? Two cappuccino. لا لا خليها اثنين عصير. اسمع يا عامر، من اليوم ورايح منبهات من بعد الساعه 6 ما فيه عشان ننام بدري. لا يا شيخ، وش نظام السبايك حقك؟ نشرب عصير وننام بدري. موضوع ما يمشي حيطلقها وتتوكل على الله. لا حول الله يا رب، ليه كده بس؟ هي مراه مغلبك قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله بالاب البطل. هلا كيف حالك يا ابو، شو اخبارك؟ حبيت الكعبه هنا ابوك. الله يسلمك، شلونك طيب انت؟ خير الحمد لله. خذ لك فنجان من هدات الزين. لا لا يبقى هوا ما اشرب، ممنوع عنها. ليش؟ منبهات، اخاف تسهرني ولا اروح الدوام. لا اشرب قهوة وانا ابوك ولا نام ولا ابن العافية. انا داري بس اني قلت بجرب. جرب على كيف. ما شاء الله، وش المسلسل ذا زين؟ هذا والله عجبني قاعد اطالع فيه. اجل نبغى نروح انام عشان نقوم الدوام. قبل الله يصلح. مع السلامة. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام عامر. اي والله عامر في البيت والساعه 9.
وجاي بنام، خلاص كفاية سهر، تعبت من طول السهر وانتظاره. أبستريح اليوم ماني بسهرة. أشوان رابح ما يسمعس، اسمعي خذي أيبادس واطلعي للصالة شوف فيلمس، أوكي؟ أبنام أنا. حاضر من عيوني. الله يديم عليك الصلاح والهداية يا رب، تصبح على خير نوم العوافي. اشغلتونا، ما في استراحه الا الويكند والنوم بدري، واخرتها ما كملتوا 4 ساعات الا انتوا جيتونا. طيب وش اسوي؟ من وين اجيب النوم؟ سوينا اللي علينا وما توفقنا. وش بتزينون بدوام باتر؟ الساعه 2 الحين. ما عليك ولد العم، نبي نروح مواصلين من الاستراحه على الدوام سيده. ما دام كذا كفته راح اجيب له رقه خل ربع. يا ورا دزه المطبخ ذا. طلع تعال ورقة. اه ذا هي. ايه خلاص نلعب حنا الأربعة. صرف. تعال تعال. الحين أبي أعرف وراك جاي من الدوام بدري، ترى باقي على البصمة ساعتين. أنا أعلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات، عندكم نايمين هنا؟ لا بس أبد عشان ما يفوتنا الدوام. ما شاء الله على الجد والكفاح والمثابرة. بس تعرفون كم الساعة الحين؟ ليه كم الساعة؟ علمهم، علموا المثابرين الساعة كم؟ الحين الساعة 3 العصر، احنا راجعين لبيوتنا. أما عاد خير، وش فيكم وش فيكم انتو؟ ولا اشكالكم كذا؟ رايحين تهاوشون مع حد؟ ايش فيكم؟ لو سمحت حنا جايين قبل الموظفين كلهم، حتى قبلك انت. ها قبلي انا زين، وبعدين؟ وقلنا ناخذ لنا غفوه بالسياره لين قبل ما يبدا الدوام، واتوقع راحت علينا نومه. الله اكبر، سيناريو جميل بس ما يمشي علي. اسمعني انت وياه، انا بيني وبينكم البصمه، اذا لقيتكم بصمتوا اهلا وسهلا، ما في بصمة يعني غياب، تفضلوا. ما ياخذك انت وافكارك. عادي نتغدى مع بعض. اقول تفضلوا برا. حب بخاري. برا. سام سام. ما شاء الله، ايش قاعد تسوي؟ اشرب لبن. والله. اوكي انا عارفه انك بتشرب لبن، بس من متى يعني؟ من اليوم ورايح اشرب لبن، لان اللبن فيه خماير تسبب الخمول والاسترخاء مما يجلب النوم، علشان كذا اليوم تنجح خطتي وبنام بدري. ما شاء الله على الفلسفه حقتك. اجل بالعافيه عليك، ولا تنسى تمسح الشنب حقك. لا يا شيخه، مقهوره انا ما عندي الشنب. تخيل يعني. اقول توكري بس. الحين أجيب النوم. أدب يجي. صراحة وضعكم هذا
فيلم طويل ما حيخلص. وأنا من رأيي أنكم تتركوا الوظيفة. لا يا شيخ، ما صدق أن نلقى الوظيفة، الحين تبينا نستقيل. طيب وش أسوات؟ حياتكم مقلوبة والنوم مسمي لكم أزمة. الحل عندي بس بشرط عامل يسويه ويطبقه. أبشر بعزك. تم. اركض بديتك.